واحد اثنان ثلاثة. أين ذا؟ أين هو؟ لا تخرج حسنا. حسنا. أظن أن هذا سحر. سحر. افتحي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا أصدقاء، كيف حالكم؟ اليوم إن شاء الله سنبدأ بسلسلة جديدة تعليم عسولي القراءة. حسنا وأنا أنت من أنت أول؟ عارف الأصدقاء ما اسمك؟ خالد. هذا خالد، كم عمرك؟ 5. نعم، خالد عمره 5 سنوات. أنت تعلمت القراءة يا خالد، صحيح؟ أليس كذلك؟ صحيح. نعم، خالد بعمر 5 سنوات أتقن القراءة والآن حفظ جزء عمة وجزء تبارك، الحمد لله، والجزء قد سمع، انتهينا من التدريب على القراءة عليه. قريباً إن شاء الله سيتم حفظه ونصنع له حفلة. حسناً؟ حسناً، ولكن الآن نعم، لكن أيضا سنصنع أحلى حفلة عندما تتعلمي القراءة. حسناً، لكن هلا عسل عمرها كم عمرك يا عسولي؟ 2. لا، أنت أصبحت كبيرة. عمرها 3. أصبح عمرك 3. أنا كبيرة. لا، أنت كبيرة، أنت صبية. خالد كبير. نعم، خالد أكبر منك. نعم، هو 5 وأنت 3. حسناً. لكن أنا لا كبيرة، أنا صغيرة. نعم، أنت بعد صغيرة ولكن كبرتي، أنت كنت السنة اللي فاتت 2، الآن أصبحت 3. لا. لماذا لا؟ لا، أنت 3. أصبحت 3؟ لا. لا، أصبحت 3 هكذا، أنت كنت هنا هكذا 1 ثم 2 ثم الآن 3. كم عمرك يا عسولي؟ 3. نعم، عسولي أصبح عمره 3 سنوات. الآن سأخبركم بالفرق عندما شخص ما يتعلم القراءة. عسولي عمره 3 سنوات، لم تتعلم القراءة بعد، ولكن تعلم جميع الحروف بعمر 2، والآن في عمر 3 سنبدأ معه بالسلسلة، وسأخبركم هلا بعد قليل ما هي الخطوات التي سنبدأ بها. ولكن خالد سيقرأ لنا القرآن حتى أريكم لأي مرحلة سنوصل عسل بإذن الله، وإن شاء الله هذه الخطوات اللي راح نتبعها مع عسل هي اتبعناها مع خالد، وهذه هي النتيجة. ابدأ يا خالد، اقرأ من هذه السورة. سورة المجادلة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما. ما شاء الله، ما شاء الله، رائع. إن الله سميع بصير. الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن أمهاتهم. أحسن. إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم. ما شاء الله. وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا. وإن الله لعفو غفور. والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا. ذلكم توعظون به والله بما تعملون خبير. أحسنت، حسبك الحمد لله. هذه المرحلة خالد وصل عليها، ولكن نحن مستمرين، لن نقطع بإذن الله، مستمرين حتى تصبح قراءتك أجمل وأجمل وأجمل. والآن ماذا سنفعل؟ سنبدأ مع عسل بكلمات بسيطة جدا تتكون من 3 حروف بالفتحة، ويجب على هذه الكلمات التي سنبدأ معها
ألا تكون متصلة. مثال الأول، هيا نبدأ. عمر هنا أيضا معنا، مرحبا بك يا عمر. الآن نبدأ بأول ماذا كلمة؟ سنفعل، سنقص هذه الكلمة. حسنا؟ نعم. هذه الكلمة عسولي، هذا الحرف، ما هذا الحرف يا عسولي؟ هيا أخبري الأصدقاء، هل هو نون؟ ما هو إذن؟ هل هو جيم؟ ما هو إذن؟ هل هو دال؟ أحسنتي، سهل عسولي، ما شاء الله عسولي رائعة وجميلة. والآن إذا عسولي عرفت هذه الحروف كلها سأعطيها ماذا؟ كعكة. نعم، وخالد أيضا سيحصل على كعكة. يلا عسولي، ما هذا الحرف؟ نعم، لديه فتحة. عسولي لديه فتحة صحيح؟ ماذا يصبح؟ دال فتحة. ده. أحسنتي، وهذه دال فتحة دا، وأنا سأعطيها لمين؟ لعسولي. حسنا. عمر إلا بدي يشارك معنا. حسنا تفضل شارك معنا. ما هذا يا عسولي؟ دال فتحة دا. ضعي هنا. حسنا يلا، دال فتحة ما هو؟ دا. دا، ضعي هنا يا دا، ابقى هنا. حسنا هنا، ابقى ببيتك. حسنا، الحرف اللي بعده را فتحة ماذا يا عسولي؟ لا. را، احسنت، تقصيها معي؟ نعم. استنى قص الراء، هيا نقص الراء. امسك امسك الورقة، امسك الورقة وهيا نقص. ما هذه؟ را. نقص الراء؟ نعم، مثل لا. ماذا نقص يا عسولي؟ لا. را، ماذا بيع معك يا عسولي؟ لا. ماذا ستضعي هنا يا عسولي؟ لا. أحسن، ضعيها هنا. ماذا وضعتي هنا يا عسولي؟ لا. أحسنتي، تقلبها هنا؟ لا. ماذا يوجد هنا يا عسولي؟ لا. مرة أخرى؟ لا. ما رأيك أن نقولها 10 مرات؟ نعم. يلا قوليها، أنا سأعود. 1، 2، 3. لا 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 لا. أحسنتم. هذه، ما هذه؟ ما هذا الحرف؟ هل تعرف ما هذا الحرف؟ نعم. ما هو؟ سين. أحسنتي، سين. عسولي، سين مثل ماذا؟ ساعة. مثل ساعة، أحسنتي. وأيضا مثل كلمة سراج. مثل السراج. وماذا أيضا؟ هل تذكرون عندما ذهبنا إلى مكان ما بعيد جدا وكنا نرمي شيئا ما ونعمل هكذا وكنا نصطاد شيء من البحر؟ ما هو شيء من البحر؟ سمك. أحسن، سين مثل ماذا إذا؟ سمك. سين مثل سمكة؟ نعم. نعم، طيب سين، وهذه ما هذه فوق؟ ما اسمها هذه؟ فتحة. أحسنتي، سين فتحة ماذا يا عسولي؟ ساعة. ساعة؟ ساعة. أحسنتي، ساعة، سين فتحة ساعة. ما معك يا عسولي؟ ساعة. ساعة، ضعيها هنا يا عسولي، ضعيها هنا. ماذا وضعتي هنا؟ ساعة. ساعة، هذه الساعة يا أصدقاء سنضعها هنا. حسنا، ماذا يوجد لدينا هنا داخل هذا الصندوق؟ ساعة. ساعة، وهذا الصندوق ماذا يوجد داخله؟ ماذا يوجد هنا؟ هيا لنرى. وردي. وردي. ماذا الحرف اللي كان يوجد هنا؟ ما اسمه؟ إنه راء. راء؟ أين هو الراء يا عسولي؟ لا أعرف. هيا أبحث عن الراء، هيا 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 هيا. كيف عندما وضعناه في الصندوق وصار وردي وذهب الراء؟ أبحث عنه، لا أعلم، أبحث عنه. أظن أن هذا سحر. سحر؟ عن ماذا تبحثين يا عسولي؟ لا. أبحث عن الراء، حسنا. هيا أبحث. أبحث عن الراء، حسنا. لا. أبحث هناك، أبحث هناك. أبحث. وين أبحث هناك يا عسولي؟ أبحثي. خالد ابحث هناك، روح. لا خالد ابحث هناك، فقط ابحث هناك. عسولي ابحث هناك، ابحثي، ابحثي هناك، هناك تحت الطاولة، تحت الطاولة. يا را، لا هنا. هيا، لا يوجد را؟ هنا. ما هذه؟ لا. احضريها، احضريها، ما هذه يا عسولي؟ لا. ما هذه؟ لا. هذه را؟ نعم، هنا. كان تحت على الكرسي؟ نعم. على الكرسي حرف، ما هذا الحرف؟ لا. را، ضعي هنا، ضعي. ما هذا ستضعي هنا؟
را ابقى هنا يا را حسنا. كيف خرجت من هنا يا را؟ لا تخرج حسنا. حسنا ماذا كان يوجد هنا داخل هذا الصندوق؟ دا. ها؟ دا. 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 ما هذه؟ ما هذه؟ دا. دا. هيا لنرى الدا. بسم الله. 1 2 3 أين الدا؟ أين هو؟ ما هذا؟ أين الدا؟ لا أعلم. يا دا. يا دا. 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 لا تستطيع الخروج من هنا. يا دا. ما ماذا وجدت؟ ما هذه؟ دا. أخبري الأصدقاء ما ماذا وجدت يا عسولي؟ دا. دا خالد. دا. أحسنتي. طيب تعالي هذه دا حسنا. يا دا. لا تستطيع الخروج من هنا أبدا أبدا أبدا. ما رأيك أن نلصق حرف الدا كي لا يهرب؟ حسنا لأن الحروب بدأت تهرب. هيا ساعديني عسولي تعالي الصق معي. ما ستلصقي؟ دا. دا. ما رأيك أن نلصق هنا هكذا؟ هنا هكذا شيخ الدا إذا وضعت هذا الدا. اجلس هنا حسنا. هذا الدا لن يهرب حسنا. ولكن شيخ الدا لا لا لن يقع. هذا الدا حسنا. وهذا هنا ما هذا يوجد هنا؟ ما هذه هنا؟ راه لا راه ما هذه؟ هيا نلصق راه. ما رأيك أن نلصق كي لا يهرب؟ ما سنلصق يا عسولي؟ را را لا تولي. ما هذه هنا؟ لا را. ما هؤلاء ما هذه؟ دا دا. ما رأيك عن سوري أن تضعيهم مع بعض؟ نعم. تعالي تعالي هنا قفي هنا. ما هذه؟ دا دا. وهذه؟ لا ضعيهم مع بعض. ما هو؟ ما أصبحوا؟ لا لا انظري إليهم. انظري ماذا أصبحوا مع بعض؟ دارة. دارة أحسنتي. دارة صحيح. هذه إذا كانوا بعيدين جدا هكذا هذه تكون هنا بعيدة دا وهذه را. إذا وضعناهم مع بعض هكذا ماذا يصبحوا؟ دارة. 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 ما هذا يوجد هنا؟ افتحي افتحي هذا الصندوق. هيا افتحي الصندوق. مقص. مقص. أين الحرف؟ أين هو؟ هيا اين هو؟ هيا ابحثوا علي بكل مكان بسرعة. ابحثي هناك يا عسولي. هيا ابحثي. ما هذا؟ ماذا وجدت يا عسولي؟ ماذا لديك؟ سا. حقا انه سا. انظروا. ما هذا يا خالد؟ سا. ما هذا يا عسولي؟ سا. سا نعم انه سا. حقا انه سا. ماذا يوجد هنا لدينا يا عسولي؟ هذه الدارة صحيح؟ نعم. وهذه ما هذه؟ سا. سا. ما رأيك أن نلصقها هنا؟ نعم. أنا أين اللاصق؟ أين اللاصق؟ أنا سألصقها. حسنا حسنا أنا اللاصق. أنا 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 أمسك أمسك المقص. أمسك اللاصق من فوق من هنا. خالد تعال قصها. أحسنتي. عسولي ألصقيها. ما هذه؟ ماذا تلصقين يا عسولي؟ سا. سا. لماذا تلصقينها كي لا تهرب؟ نعم. أحسنتي. ماذا تلصقين؟ سا. سا. لماذا تلصقين السا؟ لا يهرب. كي لا يهرب. ما هذه لصقتي هنا هنا؟ ما هذه؟ دارة. 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 وهذا وحيد. وهذا وحيد. ما هذا يا عسولي؟ لا هذا انت وجدتي كان ضايع. انا وجدت السا يا عسولي. وجدتيه هناك؟ نعم. ما اسمه هذا؟ سا. سا. هذا ما هذه دارة صحيح؟ نعم دارة. وهذه؟ يا ابو نعم. ما هذه مرة أخرى؟ كارثة. مرة أخرى؟ مرة أخرى ما هذه؟ دارسة. نعم دارسة. عسولي فعلتها قرأت دارسة. 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 طيب ماذا معنى دارسة؟ خالد درس القرآن. خالد درس القرآن. سنكتفي في كلمة واحدة اليوم لأن عسولي ستبدأ بتعلم قليلا قليلا ثم قليلا وثم
يصبح العدد أكبر وأكبر وأكبر، صحيح يا عزولي؟ والآن سنكافئ عزولي بكعكة. وأنت أيضا، أنت أيضا وأنت أيضا يا بابا، أنت ساعدت عزولي كثيرا، أنت كنت تبحث معها عن الحروف، بحثت عن حرف الدال د، وبحثت عن ر، وبحثت عن س، صحيح؟ لماذا هذه الحروف هربت؟ هربت هيك حتى عزولي تتعلمهم. يلا هيا ناكل كعكة حسنا. هيا تعالوا على تايد، اغمضوا عينيكم. اتفتح. انت ما ردي فتحتي. افتحي. بسم الله ما شاء الله، قولوا ما شاء الله. ما شاء الله. هذه من الكعكة لي وايضا لي. نعم هذه لعسولي لانها تعلمت الحروف، وايضا لخالد لان خالد علمها الحروف. هيا نقصها. بسم الله. أنا سأقصها. حسنا. بسم الله. يلا عدوا معي كم قصة سنقصها. هذه واحد. واحد. أها. واحد. اثنان. هذه اثنان. اثنان. ثلاثة. ثلاثة. ثري. أربعة. أربعة. وهذه العسولي. قطعة لذيذة. وأنا أيضا. تفضل تكرم عينك يا خالد. أنت أعطيك أعطيك لأنك قرأت القرآن وعلمت عسل الحروف والكلمات، صحيح؟ صحيح. وتعلم أيضا الأصدقاء، أنت أيضا علمت الأصدقاء. بسم الله قطعة جميلة لذيذة. تفضل يا خالد بالهناء والشفاء. هذه صغيرة يا بابا. هذه كبيرة جدا. كيف؟ ها شوف هذه صغيرة. هذه أنا سأخذها لي. هذه صغيرة انظر. هذه مثل قطعة سفينة. نعم انظر هذه القطعة، هذه صغيرة وهذه كبيرة. يلا هيا نأكل. هيا 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 هيا. واحد اثنان ثلاثة. بسم الله. كبيرة. انها لذيذة. انها كبيرة جدا. عسولي هكذا نأخذ قسم صغير ونأكلها هكذا. حسنا يا خالد. حسنا يا أصدقاء، إذا أردتم مشاهدة المزيد من الفيديوهات يجب عليكم أن تبحثوا عن اسمي خالد الزير. خاء ألف لام دال فراغ ألف لام زيارة خالد الزير. مع السلامة يا أصدقاء، نراكم في فيديوهات أخرى.